كتعاني على مستوى الفوسفات الجديده الدمور السميه. ايه مزيان تفضل. محمد صابر عضو مكتب وطني النقابة وطني عمر الفوسفات كاتب المحلي في فرع الجديدة. بالنسبة للمشاكل اللي كتخططوا فيها هي مشاكل عديدة، أهم المشاكل فيما يخص ظروف العمل والاشتغال اللي هي ظروف صعبة. كاين أيضا مجموعة ديال فيما يخص الجانب الاجتماعي يعني السوسيال، هناك عدة مشاكل خصوصا أنها لا ترقى إلى طموحات الشغيلة وفيها تراجعات، وهذا ربما في التوجه الجديد ديال الإدارة يمكن هناك تراجع على مستوى الاجتماعي. أيضا المشاكل هو غياب الحوار الاجتماعي اللي هو الأساس ديال حل المشاكل، واللي عنده عدة أسباب يمكن الإدارة أيضا اللي ما راغباش في حل هذه المعضلة، خصوصا أنه بعد انتخابات ديال يونيو حطت واحد الخريطة اللي اعتبرناها حينذاك أنها مخدومة وأنها لم تعكس الصورة الحقيقية ديال يعني اختيارات الشغيلة، وهذا بطبيعة الحال غياب وتوقف ديال الحوار له انعكاس على كل المشاكل اللي كيعرفها القطاع على الجانب ديال النقل، وهذا اللي ايضا خصوصا انه بينا كنحسوا ربما هناك مناوله داخل الشركه سوبريك، وهذا يمكن ينعكس بشكل سلبي. ايضا بشكل المناوله اللي كنعتبروها احنا من المؤشرات الخطيره ولها فيها ايضا واحد الفساد كبير، وفيها ايضا تراجع القانون مدونة الشغل بالنسبة للعمال ديال المناولة، وربما هذا كنعتبرو حنا تشجيع ديال ضرب حقوق العمال المناولة من طرف إدارة ديال الفوسفات اللي خصها تكون حازمة في هاد الأشياء. والمناولة بشكل عام هذا مشكل يمكن غير ضد المؤسسة يعني في أرقامها ديال الإنتاج إلى الوراء، خصوصا أنا كنعرفو أن المناولة خصوصا شركة ألمانية اللي ما عندهاش تجربة في هذا المجال، ومن خلال البداية ديال الاشتغال بان أنها كاين مشاكل فيها كبيرة ويمكن تنعكس سلبا على المنظومة ديال الإنتاج داخل المؤسسة.